هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. يتميز أبناء الشعب العراقي بعدة مفاهيم إنسانية وفكرية سامية، كونهم ينتمون إلى حضارة عميقة التجذر وتاريخ مشرق، ويتصفون بأنهم صناع للحياة المدنية وبناة حقيقيون وشجعان أشداء ومفكرون وسياسيون ورموز في الأدب والعلم والمعرفة والفنون، ساهموا في بناء معالم الحضارة الإنسانية. لا تبنى الدول والمجتمعات إلا بمتابعة جدية وحضور ميداني فعال وبحث حقيقي لطبيعة الحياة والحرية التي يعيشها الإنسان في وطنه. ومن هنا أتت الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى عدد من السجون والمعتقلات، بغية الوقوف على حقيقة الأوضاع القائمة وطبيعة المعاملة والتوصل لأسباب الاعتقالات ونتائج التحقيقات والفترات الزمنية التي رافقت الاعتقالات والتحقيقات ومدياتها، بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة. يدرك المسؤول الميداني الحريص على حياة شعبه وأهله أن موضوع التغييب القسري والاعتقالات العشوائية هي من المسائل الإنسانية الكبيرة التي يتابعها أبناء الشعب وتحظى باهتماماتهم الواسعة، كونها تتعلق بحياة أبنائهم، ويدركون حقيقة فقدان الأحبة وما تعانيه الأمهات من آلام وأوجاع بغياب أبنائهم، والحزن الذي يخيم على حياة العائلات التي تفقد بعض أفرادها دون أن تعلم مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، والتي أصبحت من الصور المؤلمة التي تعكس واقعا مأساويا تعيشه العائلات العراقية ويكابده المجتمع الذي يتصف بحب الحياة واحترام إرادة الإنسان والحفاظ على حقوقه المدنية. عندما تتمكن الدولة من إرادتها وقراراتها وتسعى الحكومة ممثلة برئاستها للبحث وتقصي الحقائق ومعرفة الأحداث التي يعاني منها المواطن، وتتعامل مع الوقائع الجسام التي تتعلق بحياته ووجوده، إنما تريد من هذا العمل تحديد الأساليب ووضع الأدوات التي تحقق العدالة الاجتماعية والقرارات المناسبة للدفاع والحفاظ على حرية وكرامة المواطن، ومنع أي جهة أو مجموعة مسلحة من استهداف حياته والنيل من حريته والتعدي على حقوقه ومنع ارتهان حياته ومستقبل عائلته بأدوات القتل والتعذيب والتخويف وزرع الإحباط.